بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. يقول: أرجو أن تشرحوا لي حديث من أحدث في أمرنا هذا ليس منا فهو رد. يقول: هل هذا يدخل فيه البدع، وما المقصود بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، المراد به الدين، أن يأتي بعبادة لا دليل عليها من الكتاب والسنة، أو بذكر ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، فهو بدعة، والبدعة ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدعة لا خير فيها، والسنن والمشروعات ولله الحمد فيها غنية لمن يرغب في الخير. لماذا يلجأ إلا البدع؟ هذا من الشيطان، يريد أن يفسد عليه عمله. إذا كان عنده حرص على الخير فليفعل السنن المشروعات، والذي لا يعرفه يسأل عنها أهل العلم حتى يكون عمل على بصيرة ويكون نافعا له، يتجنب البدع من الأقوال والأفعال التي ما أنزل الله بها من سلطان، يتعب نفسه بما فيه إثم ولا فائدة له منه. نعم. يقول: معي في المسجد شخص محافظ لله الحمد على الصلاة، ودائما يردد: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هل أنصحه بأن لا يردد ذلك، وهل هذا وارد؟ لا مانع منه يسأل الله اللطف في القضاء وأن يقدر له الخير، هذا لا بأس به، لا تنهه عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم للأحاديث القدسية كتلقيه عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم؟ نعم، هو كله من عند الله، الأحاديث القدسية الصحيحة والقرآن الكريم، لكن القرآن الكريم هذا له أحكام، والأحاديث القدسية لها أحكام غير أحكام القرآن، كلاهما من كلام الله عز وجل، ولكن الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، والقرآن يقرأ في الصلاة. الحديث القدسي لا يشترط لمسه الطهارة، كتابة الحديث القدسي ما يشترط لمسه الطهارة، بينما القرآن لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس القرآن إلا طاهر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث القدسي لا يلزم أن يكون متواترا، قد يكون متواترا، وقد يكون أحادا، وقد يكون صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا. وأما القرآن فهو متواتر، كلام الله متواتر النقل والرواية. نعم. أحسن الله إليكم. الآباء والأمهات يا شيخ، هل إذا كانوا صالحين هل يشفعون لأولادهم وبناتهم يوم القيامة؟ نعم، إذا كانوا يدعون لهم في الحياة: اللهم أصلح أولادي، اللهم اغفر لي ولذريتي، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. والدعاء شفاعة، فيدعو لهم. نعم. التعلق بالأسباب ما حكمه، وما حكم الشرع في نظركم في ترك التعلق بالأسباب؟ الأخذ بالأسباب لا بد منه، أمر الله به: خذوا حذركم وليأخذوا أسلحتهم في صلاة الخوف. فالأخذ الأسباب هذا مأمور به ولا يجوز إلغاؤه، أما الاعتماد عليها لا يجوز، يعتمد على الله ويتوكل على الله، فيجمع بين الأخذ بالسبب النافع والتوكل على الله في حصول المقصود. نعم. في أيام الشتاء فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة للبس الشراب، كيف نتعامل مع المسح عليها إذا كنا نجلس في البر أكثر من أسبوع؟ الشراب حكمها حكم الخفين، إذا كانت ساترة ولا يرى من ورائها الجلد ضافية أيضا على الكعبين وما أسفل، يمسح عليها في السفر 3 أيام بلياليها، مثل الخفين، وفي الحضر يوم وليلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف
نحقق التقوى في حياتنا؟ الأعمال الصالحة، عليك بالأعمال الصالحة والإكثار منها، وهذا يسبب تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. أوقات النهي فضيلة الشيخ، إذا دخلت الصلاة قبيل المغرب وقبل أذان المغرب، هل أجلس أم أصلي ركعتين؟ تقول قبيل يعني قريب من الأذان، تقف إلى أن يؤذن، تتابع المؤذن، فإذا فرغ من الأذان إنك تأتي بالركعتين. هل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. نعم. هذا سائل يقول: هل ورد محاسبة النفس في نهاية السنة، وهل هناك عبادة مخصصة في نهاية السنة أو بداية العام؟ هذا مما اعتاده بعض الناس بإملاء من الجهال والمذكرين والوعاظ ولا أصل له. محاسبة النفس مطلوبة دائما في كل حين، في كل لحظة، في كل ساعة، في كل شهر، في كل يوم حاسب نفسه. أما أنه يؤخر المحاسبة إلى آخر العام الهجري، هذا لا أصل له. نعم. يقول الشيخ: هل يجوز تطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الفتن التي ظهرت في هذا الزمان؟ حديث الرسول صدق، وما يحدث منها من الفتن في أي زمان فهو مما دلت عليه الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في حديث رحم الله من صلى أربعا قبل العصر، هل يداوم عليها الإنسان؟ نعم، يبنى له بيت في الجنة، وهي ليست راتبة، لأن العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، وإنما هي من النفل المطلق. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول بأنني أدعو كثيرا بزوج صالح وقد تقدم بي العمر ولم يستجب لي، وتقول: هل أستمر على هذا الدعاء؟ نعم، تستمر على هذا الدعاء ما دام يرغب فيها، فتستمر على الدعاء. أما إذا بلغت يعني كبرا لا يرغب فيها الخطاب، فلا فائدة فيها، تترك. ألا إلا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن لا يرجون نكاحا. إذا كانت لا ترجو نكاحا فلا تدعو بالزوج. نعم. بالنسبة لقراءة الفاتحة قبل أن يقرأها الإمام في الصلاة، هل يجوز؟ نعم، يجوز أن تقرأ قبل الإمام وأن تقرأ بعد الإمام، يجوز هذا وهذا، لكن لا تقرأ مع الإمام، لا تقرأ مع الإمام إذا جهر، بل تستمع. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا يفعل وماذا يقال للمولود في يومه السابع من مولده؟ لا، اليوم السابع ورد أنه يختن ويسمى، أنه يختن ويسمى ويعق عنه، تذبح عنه العقيقة، هذا سنة، ولو أخرها أو قدمها لا بأس. نعم. يقول الشيخ: هذا بالنسبة للصلاة على المركوبة، إذا كان سائرا كيف تكون، وما هدي الرسول في ذلك؟ صلاة الفريضة ما تصلى على المركوبة، لا بد تصلى على الأرض، إلا في شدة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أما الفريضة ما تصلى على الراحلة ولا على المركوب، لا بد من النزول والصلاة على الأرض. وكذلك لو كان الأرض تمشي من المطر وليس فيها مكان يصلي فيه، بأس أن يصلي على المركوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. أما مع السعة ومع عدم المانع وعدم العذر، فالفريضة تصلى على الأرض. وأما النافلة فلا بأس أن يصلي على الراحلة أو على المركوب، على حسب ما تتوجه به. كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة من الليل حيثما توجهت به راحلته، وذلك من التوسعة على المسلمين في فعل الخير. نعم. يقول: هل الدعاء للمرضى المسلمين بالشفاء أو تفريج الكرب ينافي القضاء والقدر؟ هذا من القضاء والقدر، لا يكون شيء إلا بقدر الله وقضائه، ومنها الدعاء، الدعاء هذا من القضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: بالنسبة لسفري من الرياض إلى الدوادمي، يقول: أنا أرجع في المغرب، هل أجمع وأقصر الصلاة؟ إذا كان بين الرياض والدوادمي مسافة قصر 80 كيلو فأكثر، فإنه يقصر الصلاة، إلا إذا حضر مع ناس يصلون من أهل البلد فإنه يصلي معهم ويتم الصلاة. نعم. يقول السائل: بماذا توصون طلاب العلم بكلمة عن منهج السلف في تعاملهم، وخاصة في هذا الزمن؟ منهج السلف مدون ومكتوب في كتب العقائد المطولة والمختصرة، عليه أن يراجعها ويدرسها على العلماء ويفهمها، هذا هو الواجب على كل مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: بالنسبة للمسلم وفي برنامجه اليومي، يخلو هذا البرنامج من تلاوة القرآن وينشغل بعض الناس في أمورهم الدنيوية، كيف توجهون مثل هؤلاء؟ نوجههم بأن يكون لهم نص
نصيب من قراءة القرآن كل يوم ولو كان قليلا، يقرأ في اليوم أو في الليلة ما تيسر له من القرآن. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، ولقد يسرنا القرآن للذكر. اجعل له نصيبا من تلاوة القرآن في كل يوم حتى يختمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الفرض والواجب؟ لا فرق بينهما. الواجب والفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا هو الفرض أو الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى عن كتاب صيد الخاطر، يقول: أنا أقرأ به، ما رأي الشيخ في ذلك؟ هذا فيه غث سمين، كتاب مختلط. إذا كان عندك بصيرة بالعلم تعرف الصحيح من غير الصحيح فاقرأ فيه، ما إذا كنت لا تعرف الصحيح من غير الصحيح فتجنبه وابتعد عنه. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا يسأل بالنسبة للمفرد إذا حج حجة الإسلام، هل تجزئه لأنه لم يحج متمتعا ولا قارنا ولم يؤدي العمرة؟ نعم تجزئه، الإفراد يجزي عن حجة الإسلام، والعمرة يأتي بها مرة ثانية، تبقى العمرة في ذمته يأتي بها متى ما تيسر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: كيف تكون صلاة من فتته تكبيرة أو أكثر في صلاة الجنازة؟ كبر معهم ما بقي، ويعتبر ما أدركه من التكبيرات هي الأولى، ثم إذا سلم الإمام يكمل التكبيرات على صفتها، يكمل التكبيرات ثم يسلم لنفسه. نعم. ما الحكم في نظركم في زواج المسيار إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع ولكن النفقة والسكن يكون على الزوجة؟ مسألة إذا توفرت الشروط وزالت الموانع فالعقد صحيح، ولكنه هذا الزواج ناقص كأشياء كثيرة لا تتم به مصالح الزواج ما عدا قضاء الشهوة فقط. الأولاد لا يكونون في عهدة والدهم، المرأة لا تكون في عهدته ولا يدري عنها، كثير من أحكام الزوجية مفقودة في نكاح المسيار، فلا ننصح به أنه ليس فيه مصالح الزواج ما عدا المتعة فقط. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم من يفتخر بنسبه أو قبيلته أو قريته ويقوم بمدحها في القصائد؟ أما مجرد المدح الذي لا غلو فيه ولا فيه مفاخرة لا بأس، أما إذا بلغ إلى حد المفاخرة فلا يجوز هذا. قد ورد في الحديث أن هذا من أمور الجاهلية، الفخر بالأنساب وهذا من أمور الجاهلية. الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون إخوة، لا فضل لعربهم على عجمهم ولا لأبيضهم على أسودهم، إنما الفخر بتقوى الله سبحانه وتعالى، هذا من أمور الجاهلية. نعم. هذا السائل يقول: الشيخ، هناك بعض أصحاب المتدينين من يتلفظ بكلمات غير لائقة لزملاء مثل يا كلب أو يا حيوان، ويقول: أنا أقول ذلك من باب المزاح والرسول حث على المزاح. الرسول ما حث على المزاح، ولكنه كان يمزح عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا حقا، والمزح بالكلام المحرم لا يجوز، يا كلب يا حمار يا خبيث ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا كلام محرم وهذا لغو وباطل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل عن بعض الحشرات المؤذية، يقول: في استراحتنا فنقوم برشها بالمبيدات حفظكم الله، هل هذا جائز؟ نعم، إذا لم تندفع إلا برشها بالمبيدات فلا بأس، إزالة لضررها، هذا من دفع الصائل. نعم. جزاكم الله خيرا. من قال لا إله إلا الله ثم مات قبل معرفة معناها فما الحكم؟ إذا قالها عالما بمعناها معتقدا له ثم مات قبل أن يتمكن من العمل فهو مسلم، إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قتل أسامة رجلا بعدما قال لا إله إلا الله أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها يتقي بها السيف. قال: هلا شققت عن قلبه؟ لا يجوز، من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه والحكم له بالإسلام ما لم يتبين منه ما يناقض الإسلام بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة أم عبد الله بأنها أقامت حفلة لبناتها عندما حفظوا القرآن، وقد جمعت تقول البنت زميلاتها في تلك الليلة. لا بأس بذلك، هذا من إظهار الفرح والسرور، لا سيما إذا كان بمناسبة حفظ القرآن أو شيء منه، وهو من الفرح بفضل
بفضل الله. الله جل وعلا يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا من العمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول هل التوكل على الله يدفع شر السحرة والمشعوذين؟ وما نصيحتكم لأولئك الذين يترددون على السحرة والمشعوذين؟ الذين يترددون على السحرة والمشعوذين حكمهم حكم السحرة والمشعوذين، لأنهم رضوا بأفعالهم وصدقوهم بأفعالهم وأقوالهم. قد قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين ومن يدعون علم الغيب، لا يجوز هذا، بل هؤلاء يجب القضاء عليهم. السحرة والكهان والمنجمين يجب القضاء عليهم، تطهير المجتمع المسلم منهم، لأنهم خطر على المجتمع. فلا يجوز أن يذهب إليه ولا أن يصدقه ولا أن يتعالج عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام. والشعوذة والسحر هذه كبائر، ما هي حرام فقط، هي كفر. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. وتقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.